ما هلأ بننتقل لفقرتنا الأخيرة وأيضا عنا الأطفال. أكيد لكن هالأطفال لكن والصحة المتعلقة بالأطفال صحيح. نور، لنحكي طبعا عن حاجة الفيتامينات. هذا السؤال دائما بيسألوه الأمهات لكل الأطفال الأخصائيين. اليوم لنحكي عن حاجة الأطفال خلال مرحلة النمو للحصول على قدر كافي من الفيتامينات والمعادن لضمان الصحة المثلى. يحصل معظم الأطفال على كميات كافية من المواد الغذائية إذا كان النظام الغذائي متوازن، لكن كثير من الأهالي بيلجأوا للفيتامينات لزيادة مقاومة أطفالهم أو زيادة الشهية إذا كان هناك خلل بالنظام الغذائي. اليوم نعرف سلبيات وإيجابيات تناول الفيتامينات بشكل سليم أو عشوائي، وأكيد ليجاوبنا عن كل الأسئلة معنا الدكتور قصي الزير، أخصائي أمراض أطفال. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. تسلموا يا رب. يسعد صباحك دكتور. هيدا الموضوع بعتقد بهم كل الامهات اللي عم يتابعونا. تمام. دائما بيقولوا لك انه انا مثلا بعطي ابني فيتامينات. نحن بنعرف الام المرضعه اول سنه كل الفيتامينات بياخذ الطفل من الام بيضيف له الدكتور فيتامين د باول سنه. بعد اول سنه يمكن تبلش تدخل له الاطعمه والاكل، هون بتبلش يمكن المرحله المتعبه بالنسبه لي، لانه في كثير من الاطفال بيعذبوا بالاكل، في بعض الاكل ما بياكلوه. ايمت فيني اقول انا فعلا بهي المرحله لازم اعطي ابني فيتامين، خصوصا مع المتابعه مع الطبيب؟ هلا مثل ما تفضلتي، في بدايه عمر الطفل هو رضيع من الولاده بحاجه للفيتامين د، لانه حليب الام ما بيعطيه الفيتامين د الكافي من فلذلك وبناء الجسم الهيكلي العظمي بحاجه للكلس اللي الفيتامين د هو اللي بيساعد على امتصاص الكلس من الغذاء وتثبيته بالعظم، وما بياخده من اشعه الشمس، فلذلك نحن بنعطي من البدايه فيتامين كاف، ممكن نضيف له عفوا فيتامين د، ممكن نضيف له فيتامين كاف لفتره معينه اذا كان في عنده اضطرابات نزفيه. فيتامين كاف هو كمان بيتكون او كونه الخلايا المعويه الطبيعيه، اذا كان حسينا انه في اضطراب بالنزف فكمان بنعطي فيتامين كاف من الولاده. هلا نحن طفل عم ينمو بشكل سريع، يعني طفل ينمو بتعرفي انت من الولاده يكون وزنه مثلا 3 كيلو لعمر السنه بده يصير وزنه 9 كيلو او 10 كيلو، فخلال سنه عم يزيد 3 ل 4 اضعاف. هذا الشيء هالنمو الشديد بحاجه لكتله بنائيه، يعني ان كان من الفيتامينات ولا من العناصر الاساسيه للغذاء، الحموض الامينيه والحموض الدسم وبعض الامور المكونه لجهاز الجسم الانسان. هذا الشيء بحاجته الطفل بشكل بكميات كبيره، ممكن هذا الشيء ما يعوضه حليب الام للست اشهر. نحن بنقول يكفي حليب الام، او بنفضل انه ما ينضاف غذاء للطفل لحد الست اشهر الا حليب الام. ممكن نعطي بعض الاحيان كميات بسيطه من الماء، بسيطه جدا من الماء بحسب الطقس والشوب وهالشغلات، لكن حليب الام فقير بالحديد، فقير بفيتامين د، فقير ببعض الأمور الزهيدة، فهون نحن أطباء الأطفال بنحاول نعوضه من الولادة. هالنمو الشديد بعد الست أشهر بصير الطفل بحاجة حتى للحديد، لأنه بتعرفي أنت الحديد هو اللي بينقل بالعموم بينقل الأكسجين للجسم وبيساعد على بنية الخلايا الجسم، فكمان بصير عنده عوز للحديد، فكمان نحن منضيف الحديد. وحسب النظام الفطام نحن بنسميه التغذية ما بعد ست شهور شو بتضيف الأم للطفلة، في بعض منهم ما بيضيفوا شيء بيضلوا على حليبهم، في بعض منهم النظام الغذائي ما بيكون متوازي لبعد الست شهور، فممكن الطبيب لكل طفل بحكمة بيضيف بعض الفيتامينات لتساعد على النمو السليم لهالجسم هذا. هلأ لعمر السنة نحن قلت مثل ما تفضلتي، بعمر السنة الطفل لما يصير عنده استقلالية الغذاء، بيحب استقلالية الغذاء، هون سيطرة الأم على طفلها لازم تكون مبكرة، لأنه الطفل عنيد إذا كان عودناه على الأطعمة الطيبة وعلى بعض السواغات أو بعض الأطعمة أو بعض الطعم اللي هو بيستمتع فيها ما عاد يأكل وينوع الأم مثل ما بدنا نحن. فهون نحن منعاني من السوء السلوك التربوي الغذائي
من الأهل إنه بيعودوا الطفل بنشتري له أكلات طيبة، بنشتري له أطعمة سريعة، بنفكر نحن عم ندلل ابننا بهالشيء وهذا خطأ. أو ابننا رفض شوربة الخضار بعد عمر 6 شهور، بيقول لك والله أنا ابني ما أخذ، بعد 10 أيام رد حاول تعد له إياها بطعمة تانية بطريقة تانية، ما بصير ابنك يسيطر عليك ويقول لك أنا ما باكل هالأكلة، لأنه هون عم يختل عنده التوازن الغذائي والنظام الغذائي. وهون هدول الأطفال أكتريتهم بصير عندهم عوز بالفيتامينات. عوز الفيتامينات منشوفه أكتر الشيء في بداية السنة الثانية من العمر، لأنه بصير الطفل بده يمشي، بده يحرك، بده يعمل استقلالية حياته، فهون بتظهر عليه بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تكون سببها نقص الفيتامينات عنده أو نقص بعض المكونات الغذائية الأساسية للسلوك العقلي أو السلوك البدني أو الحركة أو ما شابه ذلك. فهون نحن بقى أطباء الأطفال بحسب الأعراض السريرية ممكن نعطي بعض التوعية للأم مشان النظام الغذائي وتوازن النظام الغذائي مع بعض الفيتامينات لفترات معينة مع المراقبة حتى يتحسن نمو هالطفل. نعم. عقليا وجسديا. نعم دكتور، يعني عم تحكي كتير موضوع مهم وعم نشوفه، يعني دائما الأم بعد عمر السنة مثل ما حكيت نور بتعاني من إدخال أطعمة معينة مغذية للطفل، مثل ما قلت يمكن أحيانا الأطفال ما بيأكلوا بتقول تجبرهم، في بعض الأمهات بيجبروهم يعني بيفتحوا لهم بيجبروهم يأكلوا، بعض الأمهات بيلجأوا لها بشكل عشوائي بدون مراجعة الطبيب لفواتح الشهية أو الفيتامينات اللي ممكن تأذي الطفل أو ما تفيده، يعني آخر شيء ممكن يروحوا على الطبيب المختص اللي ممكن يعطي السبب بكل بساطة. فخبرنا عن هالأغلاط كمان ممكن الأمهات تكون عم بتعملها وتأثر سلبا على الأطفال، وخاصة مثل ما قلنا بموضوع الغذاء والشهية. تمام. هلا بعد نحن مثلا انا شو بعاني من عيادتي، راح احكي بعض المقتطفات اللي بتراودني بذاكرتي. بعض الاحيان بتقول لك لهم انا ابني ما بيش حليب الا هذا المصنع عليه كولا او عليه عفوا شوكولا او عليه منكهات او شيء، هذا ما نو مفيد. هلا الحليب المصنع الخاص بالاطفال، العلب، البودرة، في سكر، الشركات، مو بس في سكر. لا، من البداية حليب الأم بينقص فيتامين، هن معوضين فيتامين دال، فاللي عم ياخد حليب مصنع مساعد مع الحليب الأم ما بيحتاج فيتامين دال أو ما بيحتاج صحيح. بعض إضافة الفيتامينات، لأنه هن بمكونات هالحليب هالعلب هاي ضايفين هالفيتامينات اللي بحاجتها الطفل للنمو. حليب الأم ما بيتغير بهالتركيبات الزهيدة اللي فيه. كمان نحن بعد السنة نحن منهج لحليب، فالأم بتفطم ابنه وبتصير بتجيب له حليب بقري أو حليب خاطئ من هدول العلب اللي قد تكون نصها مي ونصها غش ونصها هلأ مع غلاء الحليب يعني ما نو حليب هذا صحيح. للنمو بتقول لك والله ابني ما بيتعود إلا على هذا الحليب، هذا خطأ، أنا عودت ابني عليه، ابني مو بيعرف صحيح. إنه هذا الحليب موجود. العادة الغذائية هي عادة سلوكية نحن الكبار اللي نخطئ بتعليم أطفالنا عليها. لازم نحن من البداية نعود ابننا، ما نعوده على أكلة معينة، مو نقول والله بيحب الأكل كل يوم بطبخ له إياها، بصير ما عاد يأكل الأكلات الثانية. لازم عوده يأكل جميع أنواع الغذاء بعد السنة اللي أنا بطبخه كأم. بآلية وسلوكية، دائما مفتاح الطفل بالعلاقة الغريزية الإلهية هو أمه، فالأم لازم تعطي لابنها شوي من وقتها وتحاول هي تروض ابنها أو هي تسيطر على ابنها بالنظام الغذائي السليم. دائما عندنا معاناة بعيادتنا بس نتعامل مع الأمهات والأطفال، معاناة كتير صعبة إنه الأم ما فيها عم طعمي، بنعطيني فاتح شهية، أوكي أنا أعطيته فاتح شهية للطفل لفترة معينة، لأنه فواتح الشهية أكتريتها هي أدوية مصنعة على غير شيء، للحساسية، للحالات النفسية اللي نحن منطوعها، يعني بسبب إصرار الأم منحاول نعطي هالدواء كفاتح شيء بس لفترة معينة، لأنه أي دواء هو عبارة عن سم استخدامه المديد بده يؤثر على الملكات العقلية والجهاز العصبي والأجهزة الأخرى من الجسم، فممكن استخدمه شهر ولا شهرين لا أرضي غريزة الأم أنه هي أنا أعطيتها فاتح شيء، ولا حتى أوكي افتح له بس أنت غير النظام الغذائي لابنك، ما تضلي إذا أعطيته ترد تجيبي له شيبسات ولا تجيبي له هذا الحليب، ما استفدت شيء أنا من الفاتح الشهية.
فنحن دائما نقرا الطفل هون. الحكيم الاطفال بده يكون بهالحكمه هي حتى يعرف التعامل مع الام والتعامل مع الطفل. ممكن بعض الاحيان الامهات تنزعج من صراحه الطبيب، بس هي الصراحه لصالح الطفل ونمو الطفل. فالطفل لازم يتعود من عمر السنة أنه يقعد على السفرة مع الأب والأم، يأخذ الحنان العائلي، ومن ثم يأكل جميع الطبخات اللي بتطبخها الأم، بس أكيد بهرس له إياها لأنه لسه أسنانه ما اكتملت، وبكمياته المعينة المناسبة لحجم الجسم. هون طبيب الأطفال هو اللي بيقدر هالنظام الغذائي السلوكي الخاطئ إذا بيعرف أنه عنده نقص في الفيتامينات، فمنضيف نحن الفيتامينات المساعدة لإعادة النقص اللي هذا الطفل ما عم ياخده من النظام الغذائي الغير سليم. وهون نحن منراقب الطفل ومنراقب نموه. أكيد الأطفال عندهم نقص بالفيتامينات عندهم أعراض سريرية، اللي عنده نقص بالحديد بتلاقيه بياكل تراب ولا بياكل بيقشر الحيط الدهان وبياكله، بياكل سفنج، بياكل شعر، بيراجعنا بسلوكيات غريبة الطفل. بتقول لك الأم والله ابني غريب سلوكيته، ما بياكل الطبخ بياكل هالشغلات، هذا دليل لنقص بعض العناصر الفيتامينات بالجسم. نعم. هون الطبيب بياخد حكمة وبيعوضها، أو ممكن نعمل بعض التحاليل الطبية حتى نتأكد من التشخيص ونعالج بالشكل السليم ونعطي الجرعة المناسبة لنقص الفيتامينات. بعض منه بتتململ، بتعمل نقص وزن، بتعمل اضطراب بالهيكل العظمي، اضطراب بآلام بطنية، يعني في أعراض عصبية، في نقص الفيتامينات إلى كتير أعراض. فهون الطبيب بقى بيعوض هالفيتامينات لحتى يحسن من سلوكية الطفل ومن الجسم حتى يكون بناء سليم. خلينا نحكي الطفل، يعني هي قلت بالمختصر بالأخير الطفل اللي عنده نقص فيتامينات بيبين عليه والدكتور بيعوض. طيب الأم اللي بتعطي ابنها فيتامينات ورغم أنه هو مش بحاجة، بس من باب أنه إذا كان عنده، يعني طفل اللي كل فيتاميناته عم توصله وعم يأخذ فيتامينات إضافية أدوية، شو بيأثر عليه؟ هلأ أكيد الفيتامين أعطاؤه بالطريقة الخاطئة بكميات كبيرة هي له أثر. تعرفي أنت استغلال الفيتامينات بس امتص الجسم، هي فيتامينات يعني مصنعة غير اللي بياخدها من الغذاء. اللي بياخدها من الغذاء امتصاصها أفضل ونوعيتها أفضل، لذلك نحن نتمنى التنوع الغذائي. حقيقة ضمن الواقع الاقتصادي الحالي ما بدنا ناخد الفئة الغنية أو الفئة التي تستطيع أعطاء ابنا النظام الغذائي السليم. بالعموم نحن يعني متوسطة إلى فقيرة تعتبر يعني الحالة الاجتماعية عند أكثر العائلات، فهون يعني ما بيعطوا الفيتامينات من النظام الغذائي بالشكل الكامل، فالإعادة يعني بكميات بسيطة هذا شيء مفيد للطفل، لأنه مثلا الفيتامينات المنحلة بالدسم ممكن هي ما بنشوفها إلا باللحمة والسمك والمشتقات هالأمور هاي، وهذا ممكن غالبية العائلات حاليا بسبب الغلاء أو هذا ما فيها تأمنهم لأطفالها، فممكن الطبيب يشعر بيقرأ العائلة اللي عم يتعامل معها ولحاله بتلاقي أعاض هالفيتامينات من خلال فيتامينات معينة بيعطيها للطفل. دائما الجرعة الطبيب الحكمي اللي بس يعطيها بيعرف إذا كان الطفل حتى لو أخذها من الطريق الغذائي هالجرعة البسيطة لما أعطيها ما لقي أثر سلبي، لذلك هو بيحدد الجرعة بدقة، بيقول لك مثلا الطارة إذا كانت هي شغلة الطارة نقط معينة بيحدد النقط بحسب نوع الفيتامين وتعامله. بالشراب بيقول لك أعطيه 2 ميلي 3 ميلي، هو يقرأ الطفل، يقرأ الوزن، يقرأ الحاجة ويحدد الجرعة. حكيم الأطفال بالجرعة السليمة ما بيقول لها عشوائية روح يعطي ابنك هذا الفيتامين واستخدمي كما شاء. في ناس لأنه بتعطي لحالة بدون يعني أنا لما أعطي الطفل فيتامين هو عم يأخذ كل مقوماته الغذائية، بيأثر؟ إيه أكيد بيأثر، لأنه استقلابه على الكبد والأجهزة الجسم إلى تأثيرها. في عندي مثلا إعطاء الحديد الزايد ممكن هذا الحديد يلطي على حكيت على الحديد يلطي على بعض الأجهزة ويعمل نوع من الاضطرابات إن كان الغدية ولا إن كان الاستقلابي وما شابه. إذا أعطيناه بكميات سمية الفيتامين دال ممكن يعمل كمان بعض الأعراض آلام البطنية، وحتى ممكن أنه يعمل مشاكل كلوية لأنه عم يخلي الكلس يمتص بشكل كتير، فممكن يعمل حصيات، يعمل ترسبات، يعمل اضطرابات كلوية. يعني
بأي فيتامين هو زائد عن الحاجة ممكن يكون مثل ما هو إيجابي ممكن يعطي أعراض سلبية على الجسم. فبنتمنى من الأهل دائما ما يستخدموا الفيتامين إلا باستشارة الطبيب. صحيح. أكيد عم يعطي الطبيب الفيتامين اللي بحاجته الطفل. عم نعطي فيتامينات لنكون صريحين لأنه النظام الغذائي للأسف حكينا في مجال الحلقة ما هو متوازن بسبب الحالات الاجتماعية. نعم. بسبب عدم سيطرة الأهل على الطفل. الأطفال بسم الله عليهم صايرين أقوياء، أقوى من الأم، أقوى من الأهل، فبلاقيهم هن المسيطرين على الأهل أكثر ما الأهل مسيطرين عليه. نعم دكتور، يعني معلومات كتير قيمة اليوم قدمت لنا إياها، إن شاء الله بسيطة بس بتمنى بسيطة تكون هيك لكن تدخل مهمة جدا، تدخل مهمة جدا. يعني العشوائية بأي شيء ممنوعة، دائما لازم يكون في إشراف أخصائي وخاصة بما يتعلق بموضوع الأطفال. بدي أتشكرك كتير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا لك دخيل قلبك. شكرا كتير. دائما أنا بس هيك همسة، الدواء إن كان فيتامين ولا هو عبارة عن سم. صحيح. هذا السم وجد ليعطى بإيد حكيم طبيب. صحيح. ليكون بلسم وعلاج لمشكلة معينة عند الطفل. فدائما بس نمسك أي عبوة دوائية الأم ما تتفكر أنه عم تعطيها خير، تستشير الحكيم. صحيح. حتى تكون خير وبلسم للطفل، وإن شاء الله دائما أطفال بسمة حياتنا يكونوا بنمو جسد سليم حتى يكونوا شباب بالمستقبل بيكونوا بسمة الأهل ويعني وسند الأهل بحياته. شكرا لكم. نشكرك حكيم الدكتور قصي أزير أخصائي أمراض الأطفال، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكر موصول إليك نور ولكل من كان بيتنا الصباحية. إن شاء الله اليوم بيحملكم كل الخير والفرج.